هون كيف صحتكم؟ واليوم بفيديو جديد من قناة XR8 for gaming and techno، وهو حل كيف بدنا حل مشكلة الاوجي يوتيوب، وهو انك ما بتقدر تعمل بقلبه ساين اب، يعني تربط حسابك اليوتيوب بقلبه، وانه اوقات في لما بتنصبه عندك تعمله يعني انستول، بتجي لتفتحه بتظهر لك هاي الرسالة. كيف منحل هول المشكلتين؟ كل اللي عليكم تعملوه، في رابط بالديسكريبشن حيكون بصندوق الوصف، بتفوتوا على المتصفح اللي عندكم وبتنسخوه، في عندكم هذا ميكرو جي او جي يوتيوب فيرجن 1.2، بتضغط داونلود، تضغط اوكي، او ممكن تظهر لك داونلود. ننتظر ليخلص التحميل. حارجع لكم من بعد ما يخلص. هلا من بعد ما خلص التحميل هنضغط عليه وبنضغط انستول. هلا من بعد ما نفوت على الاو جي يوتيوب ونفرج شكله، هاي الاو جي يوتيوب فتح، رح فرجيكم انه رح اقدر اعمل ساين، اضغط ساين ان اد اكونت، مثل ما شايفين طلب مني الايميل لحتى اكمل، لكن انا ما راح اطول عليكم بالفيديو، راح اوقف هون او راح اكمل حتى ما تجيني كومنتات مثل العاده انه غدي ليش ما كملتوا هيك، بس لحتى ما يبين الايميل راح اوقف نتفه. مثل ما شايفين قدرت اعمل لوج ان، بس في عندي مشكلة بالإنترنت بالشبكة.
لهيك ما قدرت كمل. هذا هو كان شرحنا لليوم، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب، وبشكركم على الدعم، ميرسي لإلكم، شكرا، بتشكركم، وحساب كل اللغات اللي بعرفها، باي باي.